الهجرة كلمة صعبة. أنا عايز أطمن المهاجر، هدفنا راحتك، هدفنا نشيل الحمل معك، محبة وخدمة وتضحية طول الوقت للمهاجر. هاجر معاك. مشاهدينا اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم هاجر معاك. مبسوطه قوي قوي ان احنا بنتقابل مع بعض وبنحكي مع بعض في حاجات تهم كل اسره، تهمنا وتهمكم، تهم ان احنا نستفيد من كل معلومه علشان ما نوصلش للحاجات اللي احنا النتائج اللي احنا ما نتمنهاش لا لينا ولا لاي حد خالص. بقالنا 3 مرات بنتكلم في سلسله حلقات عن ازاي نتفادى ان الاسره تتخرب، ازاي نتفادى ان ما يحصلش طلاق، ولو انه اوقات بيبقى هو الحل الاخير ولكن ده مش عايزينه. ازاي نتفادى ده؟ بنقول اسباب كتيره قلنا منها شويه المرتين اللي فاتوا، والنهارده هنكمل في الاسباب اللي ممكن تعرضنا للانفصال وللطلاق والخراب الاسره، والخراب الحقيقه بيبقى نتائجه وحشة جدا جدا جدا. ضيف الحلقات هو مش ضيف، هو صاحب القناة أصلا وصاحب جريس، المهندس رضا بشاي. أهلا وسهلا. أهلا بك يا فيبي. أهلا بك. يعني ببقى سعيدة قوي قوي وانت منورني ومشرفني في حلقات مهاجر معاك. أشكرك خالص، كتر خيرك لوقتك ولمحبتك ولصلاتك ولدعواتك للناس علشان نفسك إن كل بيت يبقى بيت سعيد. ده أمنيتي وأمنيتي أنا كمان. إن كل بيت يكون سعيد. أمين يا رب. ربنا كل بيت يشوفنا يصحى ويمتلي حكمة. أمين. إنه يحافظ على بيته. أمين يا رب. اتكلمنا الحلقات اللي فاتت عن أسباب كتيرة للطلاق، ومشاهدينا لازم يرجعوا للحلقات اللي فاتت دي عشان يشوفوها مرة واثنين وثلاثة. النهاردة عايزين نكمل في حاجة كده، يعني سلاح ذو حدين زي ما بيقولوا، تدخل الأسرة الكبيرة، الأب والأم أو العيلة الكبيرة في حياة الزوج ممكن يؤدي إلى الطلاق؟ طبعا ممكن يؤدي للطلاق. إحنا مش ضد الحب. يعني ببقى سعيد جدا لما ابني يتجوز. أيوه. ببقى هطير من الفرحة لما بنتي تتجوز. أكيد أكيد. لكن في نفس الوقت لازم أطبق قانون السماء. ليترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بإمرأته. يعني إيه؟ يعني حتى إن كانت ظروفنا المادية صعبة ولازم يسكنوا معانا في البداية ومفيش مفر، فممكن يسكنوا معانا بس يكون لهم استقلاليتهم، خصوصيتهم. مظبوط. أنا بحبهم وأتمنى لهم الخير. يعني أحلى تعبير واحدة قالته لأبوها، لما بقول لبابا مشكلة بيجي مع جوزي مش معايا. دي حكمة. ما انا لو بنتي هتغفر لي لو انا قلت لها انت غلطانة. اي. لان انا ابوها. جوزها مش يغفر لي. ان انا هنته. يعني مرة واحد عايز بين لي كده هو كان جدع. قال لي ايد بنتي باكية، قالت لي بنتي باكية تقول يرضيك يا بابا يعمل فيا كذا وكذا وكذا، رحت ماسكه نفضه قلمين. اوه. بيت ده اتطلق. طبعا اكيد مفيش كلام. مش الرجولة دي. مش الرجولة. انا عيب في جوز بنتي او في مرات ابني. دول جسد واحد. ارجع واكرر، جسد واحد. مرات ابني هي جزء من ابني. ايوه.
جوز بنتي هو ابن انا لا ينفصل، ومرات ابني هي بنتي انا لا تنفصل. اخاف عليها واخاف خاف على مشاعره، خاف على بيتهم، خاف على بيتهم. و الساعات الاسره الجديده الصغيره بتنقسم الى وضعين مختلفين. وضع كل حاجة تروح تشكي وتطير على أبوها، أيوه، او هو يشكي ويطير على أمه. ده تصرف غلط يؤدي الى الطلاق. أيوه. في الصعيد عندنا واحدة بنت كانت كل شوية تسيب جوزها في الأرياف، تسيب جوزها وتطير على ايه؟ على أبوها تشكيله. الأب مع انه كان في الأرياف وفلاح كان ناصح حكيم. وحكيم. فهي جاية وهو جاي وراها جوزها. أيوه. وبتشكي في الشارع. فراح الأب شد الفستان بتاعها كده، هي لابسة زي قميص نوم كان طويل. فطبعا لما تشد جسمها إيه؟ بين. عارفة عملت إيه؟ طارت على جوزها ولفت نفسها بجلابية جوزها. ياه. قال لها انت سطرت في جوزك، في مين ولا في ابوكي؟ ما سطرتيش فيا. صح. جوزك هو الستر بتاعك. مش انا. فكويس ان هما يشكوا. بس تدخلنا يكون بحكمة وبنصيحة. وما نجرحش. يعني نبتعد خالص خالص عن الكلمات الجارحة لأنها لن تمحى ولن تغفر. طب على النقيض عمو رضا، يعني ساعات طرف بيستغل أنه المفهوم ده بتاع أنه إيه، مش هندخل، اتفقنا مع بعض من بداية الجواز مش هندخل أهالينا في مشاكلنا، مبدأ حلو. بس في طرف أحيانا بيستغل هذا المبدأ عشان يقهر الطرف التاني، وتبقى الست مش قادرة تتكلم مع أمها وأبوها في حاجة علشان خاطر الاتفاق ده، هوت عشان ده عشان ما خربش بيتنا، احنا متفقين ما تقوليش حاجة لحد. طيب ما أنا مقهورة وكل شوية في مشاكل وزل وحاجات في البيت، وفي نفس الوقت بتقولي اوعي تقولي، اوعي تقول. ما ده احنا قلنا تصرفين، والتصرفين خطأ. ان تقول كل حاجة او يقول كل حاجة خطأ. ما يقولوش خالص خطأ. ليه؟ انا مشيت في الطريق ده قبل كده، وعارف منحنياته وعارف مطباته. فلما يجي ابني يقول لي في المشكلة الفلانية، يا ابني انا واجهتني المشكلة دي قبل كده، التصرف تعمل كذا وكذا 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 وكذا. ومش ضروري يعني حتى الطرف التاني يعرف ان هو جاي يستشارني كابوه، لكن خد حكمه. او لو جت بنتي بيعمل كذا وكذا وكذا وقال لي اوعي تقولي، انا خايفه الضغطه دي تخليني انفجر. حبيبي الكلام ده افضل انكم انتوا الاثنين تروحوا لدكتور نفسي، او تقعدوا مع بعض وتتفهموا فيه حلوا سوا. روحوا لأب روحي يكون حكيم، قائد، مرشد، قائد كويس يعرفكم. بلاش الأهل لإلا يقول لها ده أبوك واقف في صفك، أو أمك هي اللي بتقويك عليا. بلاش كده. خلينا نبتعد بعيد شوية عن الأسرة بقدر المستطاع، عشان الأسرة دي تنمو نموا صحيا اجتماعيا. صحيا. لو احنا شلناهم دايما هيبقى عندهم لين عظام، عمرهم ما يتعلموا يمشوا. لو احنا تركناهم خالص ممكن يقعوا في اخطاء، ممكن يحصل طلاق واحنا مش عارفين. ايوه. فتدخل الاهل الزايد ممكن يؤدي الى الطلاق، وعدم التدخل نهائيا ممكن برضو يؤدي الى الطلاق ويقهر احد الاطراف. حاجه تانية مهمه خالص، الام لازم تعرف. لازم تعرف الام ان ابنها اتجوز. صح. خلي بالك. وان في واحده اصبحت هي اللي في حضنه. ايوه. فتدي له مجال
يعني التشبث الزيادة بنسميه الفطام. اه تفطم هي نفسها برضه. أيوة الفطام من الابن بعد الزواج ده فطام وبيعدي بمراحل يعني علشان طبعًا يبقى صحي. فأنا لازم الأم تتفطم. صح. لازم البنت تتفطم من أمها. أيوة مظبوط. يعني الكتير يرفع تليفون الحج إيه هتخرب بيتي تدخلها غير يا ابني اهدى شوي. لا ده هي بتسمع كلام أمها أكتر من كلام مني. ربنا. واكتر مني. وغير كده بتقعد كل يوم بالساعات مع امها على التليفون. ما دي مشكله من واحد المشاكل. واحد قال لي انا هطلق مراتي. حبيبي ليه؟ قول لي سبب. ده مراتك ناجحه كويس. دي رطاطه. رطاطه في ايه حبيبي؟ بتقعد مع امها كل يوم بالساعات على التليفون. ايوه يعني خلينا ايه متوازنين نبقى حكماء. خلي بالك ندي لكل واحد حقه. صح. حق الزوج زوج، حق الأم أم، حق الأب أب. كل واحد ياخد نصيبه. ولازم العيلة الكبيرة كل واحد يعرف إن ده نصيبي. ده هو كان في حضني بس ده طلع يبقى لازم أفرح بيه. نتعلم من الطيور. أيوة. الطيور تعمل إيه؟ تقلب العش. أيوة عشان عشان الفراخ تطير تطير وتربي أجنحة ولما سليمة تربي أجنحة تتقوى. مبروك عليهم بيجي لهم بيتهم. صحيح. ده سبب قوي من أسباب الطلاق. خالص. في سبب تاني يا عم رضا، التوقعات الغير منطقية، اللي هو كل واحد متوقع سقف توقعه في الآخر أعلى بكتير من محدودية الطرف الآخر. في ساعات أنا بسميها الفرصة أو الوقت الرومانسي. هنكسب نكسب التوقعات دي رومانسيا وماديا. رومانسيا انا كنت شايفها جميله حلوه. اقعد معاها اتكلمي ما بتتكلمش. واتدلع فيها اقول لها يا قطتي يا صغيره مش عارف ايه وهي ايه هاديه خالص. اي بعد الجواز اصبحت شخصيتين مختلفه. عرفت ترد وعرفت تتكلم وعرفت تعلي صوتها. ما عادتش القطة المغمضة الرومانسية راحت. كذلك وهي كانت مؤلفة طول ما هو قاعد يحكي عنها ويقول لها كلام حلو. بعد الجواز بما بطل يحكي وبدأ ينشغل بحاجات تاني. فاحنا الرومانسية بقدر الإمكان نحافظ على استمرارها بيننا وبين بعض. النار ازاي احافظ على استمرارها؟ لازم احط لها وقيد. ما كنتش احط الماده اللي هي بتتحرق مش هتستمر النار. صح. فلازم اتفق معاها. يعني انا فاكر انا ومراتي واحنا مخطوبين قلت لها ايه رايك تيجي ناخد عهد بينا وبين بعضينا إننا لما نختلف نقول اللي اختلفنا عليه ده يستحق ولا لا. الخلاف ولا الطرف الثاني أهم. فمثلا مثلا هنختلف على جوز أختي تصرف تصرف غلط مع مراتي. أجي مع جوز أختي ولا أجي مع مراتي؟ مين اللي باقي لي؟ وبحكمه ده مش هزعله وده ارضيه. ايوه فلازم يبقى مين الاهم؟ سامحوني الاهم هو شريك العمر. صحيح. هو نمره واحد. ايوه اهم من اي حد تاني في الاسره. ده جسدي. مفيش حد بيأذي الجسد. طبعا. الشرط الثاني قلته لها تيجي مهما كان الاختلاف نسيبه فترة من الزمن لغاية ما يهدى ونحاول نرجع له. تلقى الحلة وهي سخنة نيجي نمسكها متلسعة. صح. طب نعمل ايه؟ لازم نسيبها تبرد. نسيبها ساعتين اجي اشيلها خلاص بردت اقدر اشيل. فلو في مشكلة سخنة
ما نناقشهاش واحنا في حالة غضب، ما نناقشهاش واحنا زعلانين، سيبها تبرد ونحاول نقرب منها احنا الاثنين تاني. أيوة. لانها هنشيط نركنها خالص ما نفتحهاش تاني. ايوه خلاص نهدى لغايه لما تهدى وكل واحد فينا يهدى شويه. في ايه بتقول حلوه ان لا ياتي على الغضب، انه ما يمرش يوم على غضبك. لا تشرق لا تغرب الشمس على غيظكم. لا تغرب الشمس على غيظكم. لكن احنا اختلفنا واتغاظنا وممكن في الغضب لسان زلف، ما عملهاش شغلانه بقى، تاني يوم كرشر و111 وافكر وازل وارجع. لا 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 لا، عشان حفظا على البيت عهد. لا تغرب الشمس. احنا نمنا نصحى الصبح، صباح الخير يا حبيبي، صباح النور. طب المشكله ما اتحلتش؟ ما انا مالي ومالها تتفلج المشكله. انا ليا شريك عمري. اعمل لك شاي؟ لا انا اللي هعمله لك. وننسى المشكله. اتمنى يا عم رضا المثاليه الجميله دي. ننسى المشكله. من اسبوعين حصلت مشكله. طب العهد هيتم فيه ايه؟ عهد باقي. وانا اللي صاحي بدري. اختبار صعب. هل انت بتقول مثاليات ولا انت بتعيشها؟ او ما صحيت الصبح صباح الخير حبيبي انا اللي انتصرت. اظهار الحب مش ضعف. ايوه لا طبعا، منتهى القوة. القوة. قلت لي صباح النور يا غالي، اعمل لك شاي؟ لا انا هعمل لك. يا سلام، عايزين نيجي نقعد عندكم يوم كده بقى. لا انا بكشف سر لسبب. ايوه مش صعب انك تعيش حياة مثالية. لا خالص. بقوة ربنا مش بقوتك. بقوة ربنا هنعيش عمر واحد. والعمر الواحد ده لازم اعيشه في منتهى السعادة. طب مين بيدي السعادة؟ انا المسؤول عنها. أيوة. مش مراتي. آخر. مش مراتي. ده اللي بنقوله بقى هنا. انا ما توقعش من غير يتغير. بالظبط، هو دي موضوع التوقعات ده. لا ايوه انا اللي اتغير. مظبوط، انا اللي اتغير. التمس للاخر العذر. صح. في ستات او رجاله سامحيني، بس دوس على الزرار بتاع الكمبيوتر يجيب لك الميموري كلها. انت عملت لي كذا وعملت لي كذا وعملت لي كذا وعملت لي كذا، وتجيب له على رأيي. مرة كان أب كاهن بيقول لي كنت مستعجل خالص خالص وورايا ضغوط، بعد كده لقيتها ست كبيرة كده فوق الستين سنة داخلة على السبعين. فقلت دي هترجع اعترافها، تعالي يا ماما حاجة بسيطة اقعدي معانا. فقلت له أنا مش قادرة أنسى، مش قادرة أنسى. قال لها إيه؟ قولي. ده بتاع إساءة من ساعة ما كان خاطبني، وهت لسه هتجرد من ساعة الخطوبة. حصل يعني ايه؟ 40 سنة فاتت. من ساعة الخطوبة. من ساعة الجواز، من ساعة ما خلفوا العيال. قال لي لقيت ايه؟ دي لسه هتجرد بتاع ساعتين ثلاثة. امسح الكمبيوتر بتاعك اول باول. دلوقتي في برنامج في ديلي على طول، بيعمل ديلي في ثانية كده. وساعات يقول لك اوتوماتيك. ايوه تدفع مش عارف مبلغ كده ايه، نعمل لك اوتوماتيك ديلي، يمسح لك كل حاجة. لا تعلم تعمل لها كده ديلي. فالتوقعات الغير منطقية دي توقعات رومانسية. نيجي للتوقعات المادية. ايوه الست بطبيعتها تحب تظهر بالفستان الجميل، بالاكل الحلو، بلبس عيالها، بقال قاعده، بالخاتم في ايديها، وهو غلبان. فيبقى عندها سقف التوقعات. احنا جينا امريكا عايزه تسوقه اعلى من امكانياته. تسوقه يشتغل ليل ونهار عشان تجيب التوقعات دي. حرام عليك، امكانياته قليله. خلي سقف توقعاتك
في حدود الامكانيات بس هو ده اللي احنا نفسي اقوله. ما تعديش الحدود دي. وانت ما تعديش الحدود دي. يعني واحد لسه من اسبوعين بيقول لي لا الانشورنس بتاعها انا مش هدفعه. ليه حبيبي؟ قال لي هي زودوها في المرتب بتاعها $150 الانشورنس 120 تبقى هي اللي تدفع الانشورنس بتاع عربيتها. قلت له هو انت بتدفع انشورنس بتاعك؟ قال لي اه وهي تدفع انشورنسها. انا باخد الولد هي تاخد البنت. انا مش عارف ايه بيت منفصل انفصال ده طريق الطلاق. ده طريق ما فيش حاجة اسمها توقعات مادية اكتر. اختبروا ان الحب يعطي. عايز تكسب اللي قدامك اكتر من الاخذ. عارف واحدة قلت لها ايه؟ قلت لها انا عايز اسألك سؤال. قلت لي ده حيوان. ماشي هو حيوان ماشي. ايه رأيك في الكلب اللي بيعور وجاي يعضك لو رميتي له لقمة يجرى له ايه؟ يهدى. قلت لي هياكلها ويهز ديله. قلت لها طب كويس. كسبتيه بايه؟ بلقمة. سمي اللقمة دي حب. قلت لي لو جوزك حيوان زي ما انت بتقولي وعطيتي له حب انت اللي كسبتيه. انت عايزاه يتغير وعايزاه يعطي وعايزاه يسهر وعايزاه يشقى وعايزاه وعايزاه وعايزاه. انت قدمتي ايه؟ بتدي ايه؟ بالظبط. انت ايه اللي قدمتيه؟ فكل واحد يبص على اللي هو بيديه مش اللي الاخر ممكن يدي. هنوقف القانون ان هو لازم يتغير. ونحط قانون انا اللي لازم اتغير. هنوقف القانون هو بيدي ايه؟ هنحط قانون انا بقدي ايه؟ مظبوط. صدقيني وصدقني لما تعطي انت اللي بطل الجوله كلها. انت البطل. انت اللي هتكسب المعركه. البيت هيبقى فيه سلام. وحافظت على بيتك. البيت هيبقى فيه سلام. اخر حاجه في الاسباب. حضرتك عايز تقول حاجه لسه؟ انا عايز اقول حته صغيره. اتفضل. حته صغيره. خالص. اتفضل. العناد. العناد ده انا شفت عيلتين زي الورد واتطلقوا بسبب العناد. كل واحد مصلب دماغه في اللي هو فيه. قلت لها التعبير ده. قلت لها اتلي ساب اوضه النوم ونزل نام فوق الاوضه اللي تحت. قلت لها قبل ما يطلع من الاوضه اللي تحت ينام في الجراج ومن الجراج على الشارع وروحي له في اوضتك قول له سايب سريرك ليه يا بطل؟ ده انت صاحب السرير. ايوه. ده انت نورت السرير. الجواب اللين بيصرف تعالى الغضب. ارجع اوضتك. خلاص؟ قلت لي خلاص. وبعدين سمعت انه نام في الجراج. قلت لها الحقي. الحقي. قلت لي خايفه منه. قلت لها خايفه منه ايه؟ تقولي له كلام حلو مش هيطيع منك. وطار. وخرب البيت. وخرب البيت للاسف. بكلمه. صدقوني 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 ما في سبب واحد انا شفته للطلاق ده. والبيت خرب على الفاضي. والعيال ضعف الرجلين. سبب تاني واخير في حلقتنا النهارده. هي الاسباب كتيره ومتعدده ويمكن المشاهدين بتوعنا يقولوا ما احنا عندنا اسباب تانيه. اكتبوا لنا على الاسباب التانيه ونقدر نتناقش فيها في حلقات جايه. الاساءه الجسديه واللفظيه من اكتر الشكاوي اللي بتسبب الطلاق. امبارح امبارح قالت لي شوف لي محامي عشان امبارح احنا بنتكلم في 24 ساعه امبارح في الليل كمان اقل من 24 ساعه شوف لي محامي عشان طلاق. يس. انا كل يوم بصلي ربنا احمي الاسره من الطلاق يا رب. واضح. كل يوم بطلب من ربنا يحمي الاسره. لان الخراب كبير خالص. أي. المهم في الاخر خالص كان السؤال الاخير قلته لها طب انت ليه عايزه تتطلقي؟ قلت لي ضربني. انا اتألمت طبعا. وبعدين البيست فريند مين بتاعي؟ زوجتك الجميله. فلما روحت البيت قلت لها ايه على فكره بالمناسبه دي 90% من اللي بيكلموني انا بسالش اسمك ايه.
للخصوصية والسرية خالص. وبيفتحوا قلبهم خالص وبنقفل السكة. دي أهم حاجة. وبعد ما نقفل السكة ما نعرفش بعض خالص. ربنا يباركك. ودي سر. ربنا يباركك. فأنا ما أعرفهاش. فرحت لمراتي بقول لها أنا مش عارف أعمل إيه. قلت لي في إيه؟ قلت لها بطلب من ربنا يحمي الأسرة، وأسرة المهاجرين كثرت الطلاق فيها، وأنا عايز أقول يا مهاجر ما كنتش أنت قوي في بيتك وأنت في مصر، ما تجيش. ومحموق وزعلان ومتنرفز. قلت لي طب صبرك بس شوية، احكي لي إيه اللي حصل. حكيت لها شوية حاجات أساسيات من بره ومن جوه بتاع. قلت لها ملهاش حق، لا 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 غلطانة. طيب وبعدين جت في الآخر خالص قلت لها، وبعدين سألتها طب أنت ليه مصمم على الطلاق؟ قالت لي لأن ضربني وبهدلني وساب فيا إصابات. قلت لي لا مالوش كده خلصت. مراتي اتقلبت 180 درجة. أكيد. قلت لي الست لما تتضرب تتقهر جدا وبتسيب جرح عميق جدا جدا، تتملي حقد خالص، وبتشعر انه لو كان راجل كان خاف عليها وسترها. مظبوط. لو راجل كان خدها في حضنه وحماها. اي لكن ضربها يبقى ما يستحقش حبها. اساءة جسدية. قلت يا مهيلة. الهي شفت حواء يأثر فيها الضرب خالص. يخليها تخلع جثة من قلبها. وطبعا هو دايما الراجل اقوى في العادي، يعني في الطبيعي يعني اقوى جسديا طبعا، فبيستقوى على الاناء الاضعف. على الاناء الاضعف. لكن في نوع اساءة تاني برضو عم رضا صعب قوي، يقول لك انا ما بمدش ايدي عليها بس طول النهار الفاظ جرحة، وطول الوقت تحطيم وتقطيم وتحقير. فايه رايك في الحته دي برضه؟ عارف قالت لي ايه؟ لو ضربني اهون. ايوه بنسمعها كتير صدقني. لو ضربني اهون. لو ضربني هعرف اطلب له البوليس. انما ده امسكه منين ده؟ لو ضربني هعرف اعمل له سترينج اوردر. قالت لي لكن ده بارد جدا. يستفزني وهو هادي. انا اتشال واتهبت واصرخ وراح مطلع التليفون وعمال يصور فيا يا ربي عشان يبين للبوليس والمجتمع هي اللي غلطانه مش انا. اوعى تفتكر هدوءك واستفزازك وسلطتك وخبثك انك انت بتعمل حاجه صالحه ليك. انت بتخرب بيتك بايدك، بتضيع بناتك واولادك بايدك. هيجوا يوم الزفاف هيلعنوا اليوم اللي فيه اتولدوا. كان نفسنا بابا يمسك ايدي ويشرفني وانا داخل الكنيسه. كان نفسي ماما ترقص معايا في ليله فرحي واغني لها انها اسعد ام. حرمتونا من بابا وماما. أيوة. بسبب تصرفاتكم الخطأ المليانة إنانية وجحود. أنا بشكرك جدا جدا على الحلقة القيمة دي، كلها كلام مؤثر وحقيقي. مش جايين نقدم تمثيلية، مش جايين نقدم دراما، جايين نقدم من واقع الحياة أمثلة عملية علشان نقتاد بيها بيتكم ما يتخربش. الزواج عهد وليس مجرد عقد. العقد بنكتبه عند المأذون أو عند القسيس الكنيسة ورقة بنمضي عليها، لكن العهد هو عهد قلب لقلب، جسد واحد، ونبقى في شركة مدى الحياة تبدأ هنا وتستمر إلى الأبد. فكروا تاني، فكروا تالت في بناء البيت قبل ما يتخرب. أشكرك جدا جدا يا عمو رضا مرة تانية. سامحيني إن كنت آسف في كلامي. لا بالعكس. سامحيني. بالعكس. أنا خايف على ابني. أنت نورتنا. خايف على بنتي. لا بالعكس. خايف على أولادي. طبعا طبعا. الأسرة بتخرب كتير، لازم نقول لها ستوب. لازم يدفعوا ثمن للسعادة. ده من وجع. السعادة ما بتجيش ببلاش. السعادة ليها ثمن.
والثمن هي الإرادة. صحيح. يعني أنا فاكر دكتور سألني، كان بيعمل عملية لمراتي، وبعدين قال لي أنتوا لكم كم سنة متجوزين؟ كنا ساعتها لينا 45 سنة. أيوة. قلت له 45 سنة متجوزين. أه. كان أمريكاني. ربنا يديكوا العمر كله. عارفة قال لي إيه؟ أنت إنسان حكيم حافظت على بيتك. أنا ما حافظتش على بيتي. محتاجة حكمة. طبعًا طبعًا. أشكرك جدًا جدًا. حكمة كمان المرأة هي بتبني بيتها. ربنا يساعدنا إن إحنا نبني بيوتنا بحكمة. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من مهاجر معاك، لسه مكملين معاكم في سلسلة حلقات عن الطلاق عشان ربنا يحافظ على بيوتكم. ربنا معاك. كلمة هجرة كلمة صعبة. أنا عايز أطمن المهاجر، هدفنا راحتك، هدفنا نشيل الحمل معك، محبة وخدمة وتضحية طول الوقت للمهاجر. هاجر معاك.